العلوج سيدي كيفاش غلاه؟ الباركوس كيفاش غلاه؟ القنطار الشعير ولا ب 100 دينار هذايا على بلاصته. شكرت السداري ماشي موجوده خلاص. شكرت سميت توجدها ولا شكرت السداري ما توجدهاش. وصلت ل 35 دينار. يعني فهمتي البرت القرت ب 20 دينار. بلطة بن ب 12 دينار. الفلاح كيفاش باش يوصل؟ عنده طرف قطيع يقري بهم في ولاده. عنده قطيع مثلا 50 ولا 60 باش يقري ولاده. يحاصلهم هذاك العام كامل، العام كامل يصرف عليهم يطلع موسيل المسكين. عند المزودين وعند كل شيء. السداري مقطوع ما ثماش. الشعير فهمتي يوصلك القنطار كان باش تاخذ بالقنطار من بلاصته ب 100 دينار. العلوش بتبيع باش يغلى. عام جفاف. جفاف له. نحن حتى في العطاش عطاش في كروشنا عطاش حتى في المية عطاش مش واحد يعني المواطن غير قادر اليوم على شراء ضحية العيد والله باللي يحب ياخذ ياخذ موجود ب 300 ب 3 ونص حتى ل 700 ل 800 300 موجود قديش سومه قد يوزن؟ يوزن 10 كيلو 10 12 كل قدير وقدره اللي يحب يعايد يعايد انا هاني معايد على برشن والله معايد على برشن اللي يحب يعيد يعيد على روحه اللي يحب يعيد يعيد اللي يحب عليه هو اما قنطار الشعير اخويا بالله هذايا خذ لي مساج وصلوه لرئيس الدوله قول له راه القنطار ال 100 كيلو القنطار الشعير راه ب 100 دينار من بلاصتها راه انا معاش خالتي باش نعلفوا راه باش نسلموا فيها القطاع هذا باش نبيعوه بالخطف فهمت نسلموا معاش خادمين شكرت السداري يقول له ب 35 دينار ب 35 دينار الفلاح وين يش يولي عنده قطيع عنده 60 كعبه فهمتي ها باش يسلم فيها باش وما باش يعيش. اوكي مرسي حاجه. ها؟ تكلم انت روح برا انتم فلاحه تكلم انت اكليتونه وعريتونه اتكلم برا اتكلم انت طبعا لحظه 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 هيجي جي سامحوني لحظه بعد اذنك ايش حاجه انت مواطن جاي باش تاخذ العلو لقيته غالي هو قالك قالك العلف غالي قالك ما تقولش ب 20000 يقول انا قول لي على العلف لا كلامك صحيح العلف غالي برا خلي هو يحكي شويه على غالي الاسعار وانت جاوب برا جاوب اقرب واش باش نجاوب على العلف على العلف واش نعايدوا شنا؟ هي من العلف اللي ماشي ياخذ علوش مليون ونص يمشي بهم للبحر يهز ولاده خير ليه فهمت؟ من العلف حتى قاع ساق في الوتيل ويجيبوا له القراص اللحم مشوي وهو رايد وعليه حتى اللي ياخذ ما عندكم انتم الفلاحه بالغلا الفلاح ما وساعدوا ساعدوا المواطنين نحن كلتنا العلف نخاله اقسم بالله لا ناخذ فيها ب 40000 نخاله الا ناخذ فيها ب 40000 يا ولدي انتقموا لك والله نخاله ب 40000 مرسنوار النخاله ب 12000 هي وعليه مرسنوار انتم علمتوا الناس المرسنوار هيا فتح الراحه فتح انتم اللي قلتوها العرفه تخلى مرش الوقت ايش خلي احكي فتح ايش 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 انت مواطن احكي باش انا باه المواطن ما عادش قادر باش ياخذ ضحيه العيد ولا خلينا نبدا بالواحد المواطن ما عادش قادر باش يشري علوش منيش من الغلا من الغلا انتم تغلوا فيه احنا خاتين مانيش لا انتم مغلينه مشكل مش هذا على المواطن مشكل هذا مش مشكلة المواطن ومشكلة الدولة ومشكلة كذا المواطن شاريته كيخلص به ورقة ما ورقة الضوء هنا راهو هنا راهو هنا راهو سلكها أي دولة تحب تدقدق الفلاحة ولا النساء تحب تمحيه تمحيه من الصورة فهمت من هنا تعمل له طرنات الشعير ب 11% وب 12% وتجي تقول له بيع العلوش ب 500 ب 600 أعطيني أنت الساعة المواد الأولوية المواد الأولوية المواد الاولانيه اللي هي اساس للمواطن فهمتي ومن بعدين تنرجعوا للفلاح كيفاش باش يوصل لك العلوش كيفاش باش يوصل لك العلوش اعطيني انت علاش انت علاش انت تجيب 4 مليارات دعم الفلاح لهنا وتجيب دعم الفلاح لهنا وكذا ومن بعدين افرض عليه يقولوا بيع الكيلو ب 10000 مش ترهسوا من برا وترهسوا في العلفه وترهسوا في الدواء وجي تقولوا لا وجي تقولوا لا بيع العلوش ب 500 ب 600 والمواطن فارغ فارغ معلم الموسم في جرة خوه العيد في جرة خوه المواطن البنك ربي ليه ما عندوش اقل الفاتوره نتاع 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 100 نتاع ضوء تلقاهم زوج فاتورات بمليون وانت تجي تقول له خذ علوش وانت تجي تقول له خذ علوش ب 700 ب 800 مش يجي الشعب التونسي يحب ياكل يحب يشيخ يحب يتفرد الدوله ما خلتوش
يقولوها بكل صدق. الدولة هي السبب في هذا الكل، الفلاح وزارة التجارة هي السبب في هذا الكل. تجي تقول لك عندي 1,500,000 علوش، 1,500,000 علوش انت صنعتيهم؟ وقت انت صنعتيهم؟ هاك الفلاح اللي بيشترى سيه من هكا قوميه دعميه اليوم وغدو قولوا بيع العلوش، قولوا بيع كيلو ب10,000، مش تجي في نص الثنية بيع له طرنات الشعير ب1,200,000 وتجي تفرض عليه تو تقول له بيع العلوش ب600 ب700، ترجال ماكله كبوتهم ذاك كل تاجر كل فلاح كل الناس الكل. مش معقول هكا كلهم تفزوا قوموا الفلاح ومن بعدين وقفوا ومن بعدين اجى افرض علي افرض علي قول لي ما تاكلش 2000 كل دينار برك. يجي شنو تحب تقول للمسؤولين؟ المسؤولين قول لهم حسبي الله ونعم الوكيل كلوا بجاه ربي لينين في الشعب، روح حرام عليكم روح حرام عليكم، قول لهم كونوا لينين في الشعب، هذا راكم متحملين مسؤوليه امام الله امام ربي، قول لهم تحملوا مسؤولين مسؤولين الكل من صغير لكبير، راهو الشعب هذايا في رقابكم وتحملوا مسؤوليته في ضحيه في ميت في كل شيء متحملين مسؤوليته. شكرا ميرسي بوكو عاشر. كل يوم مروحين والله القسام كل عاد انت تحب تعاود انت ليه ليه باش حكيك على القسام هذا حكيك على المكسه كي هذا برنامج راس 4500 عاملين كلية على عم الزغدودي لهنا اه يا زغدودي عاد عاد توا زغدودي يرفس كليب عاملين العلوش سيدي كيفاش غلا البركوس كيفاش غلا القنطار الشعير ولا ب 100 دينار هذايا على بلاصته شكرت السداري ماشي موجوده خلاص شكرت سميت توجدها ولا شكرت السداري ما توجدهاش وصلت ل 35 دينار يعني فهمتي البرت القرط ب 20 دينار بلطة بن ب 12 دينار الفلاح كيفاش باش يوصل عنده طرف قطيع يقري بهم في ولاده عنده قطيع مثلا 50 ولا 60 باش يقري ولاده يحصلهم هذاك العام كامل العام كامل يصرف عليهم يطلع موسيل المسكين عند المزودين وعند كل شيء السداري مقطوع ما ثماش الشعير فهمتي يوصلك القنطار كان باش تاخذه بالقنطار من بلاصته ب 100 دينار العلوش بتبيع باش يغلى عام جفاف جفاف تي احنا حتى في العطاش عطاش في كروشنا عطاش حتى في المية عطاش مش واحد يعني المواطن غير قادر اليوم على شريط ضحية العيد والله باللي يحب ياخذ ياخذ موجود ب 300 ب 3.5 حتى ل 700 ل 800 يوزن 10 كيلو 10 12 كل قدر وقدره اللي يحب يعيد يعيد انا هاني معيد على برشن والله معيد على برشن اللي يحب يعيد يعيد على روحه اللي يحب يعيد يعيد اللي يحب عليه هو اما قنطار الشعير اخويا بالله يا ذايا خزلي مساج وصلوه الرئيس الدولة قول له راه القنطار ال 100 كيلو القنطار الشعير راه ب 100 دينار من بلاصتها رانا معاش خالتين باش نعلفوا راه باش نسلموا فيها القطاع هذا باش نبيعوه بالخطف فهمتوا نسلموا معاش خادمين شكرت السداري يقول له ب 35 دينار ب 35 دينار الفلاح وين يش يولي عنده قطيع عنده 60 كعبه فهمتي ها باش يسلم فيها باش وما يقدر باش يعيش